أعزائنا، وكما عودناكم في فكر واربح لقاءات ومقابلات جميلة مع المواطنين في شتى مواقع البحرين الجميلة. الحمد لله على السلامة. تو ما نورت البحرين. ما علي آخركم، أدري متشوقين، وأنت بالذات مشتاق تبي تشوف الأهل، ها؟ ما علي، عندي سؤال يقول شلون تتخيلون البحرين عقب 20-30 سنة؟ ها؟ تبي منقذ انقذها. شوف هذه بعد بينقذونه. انزين أنت ايش تقولين؟ عقب 20-30 سنة شلون تتخيلين البحرين؟ مرحبا بزوارنا في مملكة البحرين. وين رحتي؟ تراك ما جاوبتيني. البحرين عقب 20-30 سنة شلون تتخيلينها؟ كل خير وعمار، البحرين بتصير فوق حد الخيال. الله يسمع منك. ها، تستاهل الجائزة؟ تتفق وياها في الرأي؟ بتكون فوق حد الخيال؟ ها، انت بعد وياها؟ نعم وياها. مبروك، تستاهلين، والله يسمع منك ونشوف البحرين دوم في العلالي.